نحن شوفنا لاحظنا ان المستشفى حسين بوزيد نوعا ما حسن دت الامور تحسن شوي صحيح ثم شوي نقص في طب الاختصاص وما بحول الله يتحسن شوي حسن وقاعد يتحسن بارك الله فيك بسرعه شوي بسرعه لأنه المواد ما عندوش حتى مريض كان التعليم العمومي كان صحة العمومي صحيح برشا نقاص صحيح برشا ظروف صعيبة نخدموا فيها ولكن هذا ما يمنعناش أنه نخدموا الضحية ونقدموا نتخدموا في الشعب كل التعليم أنا دكتور رقيه إدارة طبي مش شبه طبي من نسكو دعم للظروف ملائمة تعمل إذا بس راهي مزيان أنا عارف كيفكم متدرب كيفكم ولكن خسيت روحي في دار ما بين أهلي وما بين ناسي وما بين أصحابي وما ناس راهي خلينا وبالله سيد مدير خير عندي طلبة هاي خلينا نجيب أخي سليم الحمد لله عامل معك الباهي يا ناس الحمد لله بارك الله فيك بزيارة.